بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم. نحن أبناء ليبيا الذين يراد لهم أن يكونوا ضحايا للصفقات السياسية المشبوهة بحرماننا من صناديق الاقتراع، وأن ينوب عنا أجسام منتهية وشخصيات تختطف أصواتنا. وانطلاقا من حقنا الإنساني والدستوري نطالب بما يلي: تمسكنا بمقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبار يوم 24 يناير موعد للاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ندعو المجلس النواب لاعتماد مقترح المفوضية ووضعه وضع التنفيذ. نؤكد على ضرورة نشر القوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين والقوائم البدائية لمرشحي البرلمان لمرشحي الانتخابات التشريعية. أخيرا وإذ نعلن ذلك، فإننا نؤكد استمرارنا في النضال السلمي من أجل وحدتنا، ونرفض كل محاولات لإلغاء والصفقات السياسية التي ستعيدنا لمربع الفوضى والفساد. ولن نقبل كل الإجراءات الساعية للاستمرار الأجسام السياسية الحالية والتي انتهت شرعيا وقانونيا وإخلاقيا. آن الأوان لليبيا جديدة. عاشت ليبيا.